بداية على إطار يعني الواقعة اللي تنشرت وشافها جل يعني المواطنين ورواد الفيسبوك متعلقة بال يعني بالشريط الذي انتشر في أحد الأطفال وربما قاصرين أو يعني ما يظهر من الفيديو أنهم قاصرين يحاولون يعني هتك عرض قاصر. هي أيضا تظهر على أنها لا تتعدى سن 18 سنة في حافلة بوسط الدار البيضاء. هذه الواقعة بطبيعة الحال يطولها القانون الجنائي وتطولها عقوبات، حيث أن المشرع أفرد نصا نصوصا قانونية. وهنايا لاحظنا أن جل المتحدثين والمتابعين عبروا على أن الأمر يتعلق باغتصاب، والحال أنه غير ذلك لأنه أركان الاغتصاب غير متوفرة، بل الأمر يتعلق بجريمة هتك العرض. وهذه جريمة الهتك العرض هي اللي ممكن تعرف يعرفها القانون الجنائي ويعرفها فقهاء القانون، على أن كل فعل يعني يمس جسد وينتهك جسد سواء كان ذكرا أو أنثى، وممكن الفعل أنه يؤتى حتى من طرف الأنثى. كل جسد يعني كل فعل ينتهك يعني حرمة الجسد، من تمزيق ثياب، من محاولة لمس جنسيا أماكن خاصة في الجسم أو في سائر الجسم، ماشي بالضرورة يكون حتى يعني تلامس هناك بالأعضاء التناسلية. هذا من الجانب. فبالتالي الأمر يتعلق بجريمة هتك العرض التي نص عليها القانون الجنائي في المادة 484، وألحق إليها عقوبات أخرى في 485 المتعلقة إذا صاحب الأمر عنف، وايضا المواد 487 و488 اللي رفع فيها العقوبه من تبتدئ بدايه اذا كان لم يصاحبه عنف من 5 سنوات الى 10 سنوات، واذا لم يصاحبه اذا كان مصاحبا بطبيعه الحال بعنف فترتفع من 10 سنوات، وكان يعني الضحيه او المجني عليه قاصرا اي سنه يقل عن 15 سنه فترتفع من 10 سنوات الى 20 سنه، وإذا كان هناك يعني المجني عليه قاصرا وصاحب الأمر فيه يعني عنف فالعقوبة ترتفع إلى 30 سنة. هذا من الجانب العقوبات التشريعية التي أفرضها القانون الجنائي المغربي. واقعة أو نازلة الحال التي رأيناها تتعلق على ما أعتقد يعني في تقديري حسب ما شاهدته كما شاهد سائر رواد الفيسبوك المواطنين الذين شاهدوا هذا الشريط. أولا يتعلق الأمر بقاصرين يعني لا يتعدى ما يبدو أنهم لا يتعدى سنهم 18 سنة لكنهم مميزين، فبالتالي تطالهم المسؤولية الجنائية لأنهم السن ديالهم يتعدى في الغالب يتعدى 15 سنة. وهنا كنتحدثوا على المسؤولية الجنائية أو تمييز سن التمييز لمن يتعدى 12 سنة إلى 15 سنة، فهنا المسؤولية الجنائية ثابتة في حقهم لأنهم يميزون ويعرفون ما يفعلون. لكن بطبيعة الحال القانون سيتعاملهم بشكل خاص على اعتبار أنهم قاصرين، فممكن أن نتحدث عن مسؤولية جنائية محدودة لأنه غير كاملة بي لأنه المسؤولية الجنائية من أركانها الأهلية، والأهلية التي تتحدد في 18 سنة. هذا جانب. الجانب الثاني هو أنه حتى أن المجني عليها هي أيضا يبدو على أنها قاصرة، وبالتالي يسري عليها مقتضيات المادة 485 التي تتعلق بأنه 484 لأنه يفوق سن 15 سنة هي قاصر أيضا، لكن يتعدى العمر ديال 15 سنة على ما يعني يبدو من خلال ملاحظة مجردة أو معاينة مجردة. فبالتالي أنه المادة 485 أو 484 هي التي ستطالهم في المتابعة القانونية من طرف السيد وكيل الملك، وايضا يعني بعد حاله من التحقيق. بطبيعه الحال يعني القانون رغم يعني انه البعض يتحدث انه يكون قاصرا يعني وكذا، لكن القانون يسري عليهم والمسؤوليه الجنائيه ثابته في حقهم، غير انه في العقوبه سيقدر في انهم بان الامر يتعلق بقاصر مميزين، وايضا في تنفيذهم للعقوبه بحيث انه ممكن انهم يتحالوا الى على ما يسمى بالمؤسسه الاصلاحيه المتعلقة بالقاصرين دون سن 18 سنة من أجل إعادة التربية والإدماج.